المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شنال. دونك لغوصة ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالقدمين أو بالرجلين، يعني وصفة رائعة جدا لتبييض الرجلين أو القدمين والتخلص من تشققات، التخلص من السواد والتخلص من جميع المشاكل المتواجدة في القدمين. وصفة اليوم غتكون إن شاء الله بجمعة واحدة كما قريتوا من العنوان، غادي يكونوا معها مكونات ثانويين باش هكذا نقشروا القدمين ديالنا، ومن بعد أكيد نستعملوا المكون الرئيسي اللي هو الشمع. فلهاد الوصفة غنحتاجوا شمعة واحدة وجوج المكونات الثانوية اللي أكيد غادي نقولهم لكم في المكونات وطريقة التحضير وطريقة الاستعمال. غير هو قبل ما ندوزوا لهاد المراحل كلها، إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناة أيضا، ضغطوا على زر الجرس وتفعلوا خاصية الجرس، أيضا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في البار دانفو ولا في صندوق الوصف. جميع الروابط غنخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في البار دانفو ولا في صندوق الوصف. ما تبخلوش علينا باقتراحاتكم، تعليقاتكم واستفساراتكم، ولا حتى نتوما عندكم مواصفات طبيعية يعني للقدمين كتستعملوهم معتمدين عليهم دائما للتبييض والتخلص من التشققات خصوصا في هاد الوقيتات البرد، فديما القدمين ديالنا كيولوا ناشفين، كيولوا فيهم واحد القشور، فهذوك القشور غنتخلصوا منهم بواسطة اكيد المكونات الثانوية، ومن بعد غنرطبوا ونتخلصوا من التشققات بواسطة الشمع أو شمعة وحدة كما كنقولوا. فنتمنى هاد لاغوسيت كما قلت لكم تعجبكم، وإلا حتى نتوما عندكم مواصفات طبيعية للتبييض والتخلص من تشقق القدمين خليو لنا الوصفة، خليو لنا طريقة التحضير طريقة الاستعمال، خليو لنا كل الشروحات يعني بالتفاصيل المملة، وأنا أكيد بدوري إلا عجبتني الوصفة غادي نجربها بدوري، وإلا عجبتني غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناة باش هكذا تعمل فائدة للجميع، لما لا أننا نبارطاجيو مع بعضياتنا كل الأشياء اللي تقدر تفيدنا. فبسم الله على بركة الله باش ما نطولش عليكم أكثر في مقدمة الفيديو، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال. دونك أول مكون غادي نحتاجو ليه لتقشير القدمين والتخلص من الخلايا الميتة، غادي نحتاجو السكر سنيدة، وغادي نحتاجو الزيت الزيتون او اي زيت اخر. الا عندكم مثلا زيت جوز الهند او اي زيت كتعتمدوا عليه متوفر عندكم في البيت فممكن تستعملوه، عندكم زيت الزيتون فاستعملوه يكون افضل واحسن كذلك، ولكن اي زيت متوفر عندكم ممكن تستعملوه. فبسم الله على بركه الله ندوزوا دابا لمرحله التقشير ومن بعد نمشيو لمرحله الترطيب. بالنسبه يعني الاخر مكون معنا اللي هو الشمعه، فانا خديت شمعه قطعتها طريفات بهذا الشكل، هذا شمعه وحده هي اللي غادي نحتاجو، ولكن غادي نخليها حتى لتاني مرحلة أو تاني خطوة. دابا غادي ندوزو للتقشير، فالتقشير غنحتاجو سكر سنيدة وغنحتاجو زيت الزيتون، جوج ديال المكونات. غادي ناخد إناء فارغ بهذا الشكل وغادي نوضع فيه سكر سنيدة الكمية اللي تناسبني بهذا الشكل، أنا هنا خديت ثلاثة المعالق تقريبا، وغادي نضيف زيت الزيتون بهذا الشكل هذا، جوج المعالق أو ثلاثة على حسب نتوما شنو بغيتو بهذا الشكل، ونخلط الكل. بالنسبة لهذا المقشر رائع جدا، ممكن تقشروا به حتى بشرة الوجه ديالكم، يعني حتى هو رائع جدا. فالكمية البنات كتبقى على حسب الرغبة، ممكن تضيفوا كمية كثيرة كيف ما ممكن تضيفوا كمية قليلة. فبهذا الشكل هذا، هذا هو المقشر اللي غادي نحتاجو بهذا الشكل. هانتوما غادي نحاول نقشر امامكم اليدين ديالي غير باش تشوفوا الطريقة فقط. فبهذا الشكل هذا كنقشروا القدمين ديالنا باش نتخلصوا من الخلايا الميتة وكل المشاكل الموجودة في القدمين، يعني بهذا الشكل هذا نفركو خفيف ظريف بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الفيديو. نبقاو نفركو القدمين ديالنا، هانتوما كما كتلاحظوا. بعد ما كنقومو بالعملية ديال الفرك ديال القدمين ديالنا ولا التقشير، كندوزو لتاني خطوة اللي غادي نحتاجو فيها شمعة، وغادي نحتاجو فيها كاسرول بهذا الشكل، غادي
غادي ناخذ الشمعه ديالي ونضعها في الكاسرول بهذا الشكل. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني في لي كومونتير واش نستعملوا غير شمعه ولا جوج شمعات، فانا هنا استعملت غير شمعه فهي كافيه لشخص واحد، ولكن الا عندكم عدد افراد الاسره كثيرين فممكن تضيفوا جوج شمعات ثلاثه شمعات لو شوا كيبقى راجع لكم. فانا دابا غادي ناخذ الكاسرول ديالي نوضع فيها الشمعه وغادي نوضعها فوق نار مهيله. واكيد البنات ثم اؤكد الوصفه ديالنا خاصها تكون فوق نار مهيله، ما تكونش فوق نار زايده باش هكذا يعني المفعول ديالها يبقى هو هذاك، التركيز ديالها حتى هو يبقى هو هذاك. فبعد ما كنوضع الكاسرول ديالي فوق نار مهيله كناخذ الكاسرول ديالي و يعني الشمعه بعد ما كتذوب كنوضعها في واحد القنينه زجاجيه، واكيد هاد التفاصيل كلها غنشرحها لكم بالتفاصيل الممله. الان غادي ناخذ الكاسرول ديالي نوضعها فوق نار مهيله ومن بعد نرجع لكم باش نشرح لكم اكثر واكثر ان شاء الله. وبعد ما كانوا نحيد يعني الكاسرول ديالي فوق نار مهيله بزاف كتصبح لي يعني الشمعه ديالي كتذوب وكتصبح بهذا الشكل هذا هانتوما. فقط كيبقاو هاد الخيوط هادو ديال الشمع كنزولوهم وبهكذا كتكون وجدت الوصفه ديالنا. فبعد ما كنحسوا يعني الشمع ديالنا داب وبرد او ميمطو يعني ما يكونش سخون كناخذوا واحد القرعه زجاجيه وكنوضعوا فيها الوصفه ديالنا. انا غادي نوضعها غير في واحد الزليفه فقط وبعد ما كتمر واحد 15 دقيقه او نصف ساعه حتى كتحسوا بالشمع اولا يعني الشمع داب لينا الماء ديالو يعني ولا قاصح يعني ولا جامد. هانتوما راه بدا كيولي جامد تدريجيا ماشي فيت فيت، يعني بعد مرور واحد نصف ساعه ولا ربع ساعه على حسب الكميه ديال الشمع اللي دايرين. فبعد مرور يعني نصف ساعة أو ربع ساعة يعني الشمع اللي مدوبينو كيبدا كياخذ القوام ديالو كيرجع بحالو بحال الفازلين. بعد ما كيصبح بحالو بحال الفازلين كنسدو عليه وبواحد أكيد يعني القنينة تكون محكمة الإغلاق سواء زجاجية أو بلاستيكية. إلا بغينا نعملوها بلاستيكية نخليو الوصفة حتى يعني تبرد ماشي دغيا نديروها، لأنه إلا درناها فالبلاستيك أكيد غادي يدوب لينا. فالوصفة خصها حتى تكون بارده عاد من بعد ديروها في قنينه ديال البلاستيك. سينو ممكن نتفادوا هاد المشاكل اللي نديروها في قنينه ديال الزجاج تكون محكمه الاغلاق باش هكذا يسهل علينا الفتح ديالها والاغلاق ديالها او ميم طون. من بعد ناخذوا يعني الشمع اللي مذوبينو ناخذوه ونبداو ندهنوا به القدمين ديالنا. كما شفتوا راه بدا كيذوب تدريجيا يعني بدا الماء ديال الشمع كيذوب وكياخذ القوام ديالو كيولي بحالو بحال الفازلين. اكيد حنا كنا عارفين الفازلين كيفاش القوام ديالها، فالشمع ديالنا ملي كيذوب كيولي بحالو بحال الفازلين تماما ما كاينش اختلاف. فكل ليله قبل ما نعسو وبعد التقشير اللي عملنا بسكر سنيده وزيت الزيتون نخليو الماء ديال الشمع حتى كيذوب مزيان وكيعقد. بعد ما كيذوب مزيان وكيعقد كناخذوه وكندهنوا به القدمين ديالنا بالكامل، نحاولوا نلبسوا تقشيرات باش هكا ما نعمروش المسائل اللي كتحيط بينا. ومن وراها نبقاو نعملوا هذه الوصفه هذه كل ليله قبل ما نعسوا، يعني فين ما نبغيو نعسوا نتفكروا انه عندنا الشمع مذوبين خصنا ضروري ما نستعملوه بحالو بحال الفازلين للقدمين ديالنا باش نحسوا على قدمين ناعمين، قدمين ما فيهمش تشققات وما فيهمش سواد بواسطه الشمع فقط وبواسطه التقشير اللي هو خصو يكون مره في الاسبوع، لانه فاش كنقشروا القدمين ديالنا كنتخلصوا من الخلايا الميته ومن بزاف ديال المشاكل او ميم طون، حتى عندنا داك الاثر ديال الحبوب ولا الحبوب والبقع الداكنه كيزولوا. فاو ميم طون تخلصوا من المشاكل ونتخلصوا ايضا حتى من التشققات اللي كتخلق لينا مشكل في حياتنا اليوميه خصوصا في هذه الفتره ديال البرد والخريف والشتاء، فكنتعرضوا للجفاف اكثر والجفاف كيسبب لينا مع يعني مع المداومه ومع الايام ومع المده كيسبب لنا تشققات. فباش نيفيتيو كل هذه المشاكل خاصنا الشمعه وخاصنا سكر سنيده وزيت الزيتون يعني نقشرو ومن بعد ندهنو كمرطب، يعني الشمع ديالنا ملي كندوبوه كيولي مرطب اللي غادي نعملوه للقدمين ديالنا. البنات هذه الوصفه راه غايه في الروعه، مجربه مني شخصيا مجربه يعني حتى من العائله ديالي حتى ونصحتهم بها، يعني غايه في الروعه. وصفه فيها جوج ديال الخطوات اولا جوج ديال المراحل بلوتو، المرحله الاولى التقشير والمرحله الثانيه الترطيب بشمعه واحده فقط، وكما قريتو ولا كما هو مكتوب من العنوان. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديال
ديالكم. نتمنى شرحت لكم اكثر لانه بزاف سيدات كيقولوا لي عافاك شرحي لينا اكثر، شرحي لنا بالتفاصيل المملله باش نفهموا. فنتمنى تفهموا هذه الوصفه يعني كيفاش قدمتها لكم وكيفاش درتها. نتمنى ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالبيك لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. غنخلي لكم جميع الرابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في البار دانفو. ايضا ما تنساوناش بدعواتكم اقتراحاتكم، يعني حتى نتوما الى عندكم مصافات طبيعيه بغيتوني نهضر عليها فاكيد على راسي وعيني، فقط خليو لينا غير اشنو بغيتوش من مصفاه واش للشعر واش للجسم. الا حتى نتوما كما سبق لي ذكرت في بدايه الفيديو عندكم وصفات يعني التبييض القدمين والتخلص من التشققات والتخلص من البقع الداكنه والحبوب وكل هذه المشاكل، ما عليكم الا تخليوها لينا في لي كومونتير وانا بدوري نجرب لا غوسيت. واكيد الا عجبتني غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناه. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله وباذنه كذلك.